تنزانيا عن سيمبا، بما ان احنا نفتح ملف سيمبا، اعلنوا عن جايزه في ماتش الاهلي، الاهلي وسيمبا، اللاعب اللي هيحرز هدف في مرمى النادي الاهلي هياخد 10 مليون شيلين تنزاني، يعني اي ما يوازي تقريبا 4000، تقريبا حسبناها كده تقريبا حوالي 4000 دولار. طبعا هو الرقم طبعا دي ساميه حسن رئيسه النادي كانت في زياره للعيبه اثناء التمرين، رئيسه تنزانيا انا اسف، رئيسه تنزانيا كانت في زياره للفريق اثناء التمرين بتاعه كنوع من انواع التحفيز. هو الحاله في تنزانيا زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه ما فيش حاجه لا حديث الا عن مباراه الاهلي وسيمبا، والشعب التنزاني كله او الشعب السيمباوي بقى كله عايش حاله المباراه من النهارده، وفي وهنعرض لكم حتى صور ولقطات ومشاهد فيما يتعلق بده. تعتقد طبعا هو يعني في النهايه هي مباراه في كره القدم، لكن تاثير الحاله العامه اللي موجوده في اهتمام بالمباراه كانها نهائي كاس عالم. أكيد لما رئيسة يعني لما رئيسة البلاد تروح تزور تمرين الفريق، فده بيدي انعكاس أو انطباع إن القيادة الأولى في البلاد عندها اهتمام باللقاء، عندها إن هي تدي الحافز والدوافع للفريق في أرض الملعب زي ما احنا شايفين في الصور. فلا وحتى سيمبا عامله حاجه اسمها اليوم الترويجي، بداوا يروجوا له من امبارح تقريبا في كل العواصم وفي كل المدن في تنزانيا، بيدعوا الناس ان هم تحضر لملعب اللقاء مبكرا، وفي جوائز وفي هدايا. انا هقول لك اللحظه اللي احنا هنتكلم فيها تقريبا تذاكر المباراه بنسبه طبعا. يعني 95% في بعض الدرجات في الاستاد نفذت بالكامل بالزبط. وفي بعض الدرجات الثانيه الادنى يمكن فاضل فيها، طب خلينا نشوف كده، يعني البلاتينم اتباعت بالكامل، الفي اي بي بي 80%، الفي اي بي سي 71%، ودول طبعا عددهم قليل جدا مقارنه ببقيه الدرجات. اعتقد يعني لما المباراه تبدا هيبقى خلاص يعني هيوصلوا 100%. بالظبط كده 70% 82%، بتتكلم على 48 ساعه، فطبعا من المتوقع انه الملعب هيبقى كامل العدد. اكيد بالظبط. فبقول لك يا احمد هم حتى بداوا حاجه اسمها حمله ترويجيه للقاء الاهلي وسيمبا، استعدادات مكثفه من على كل المستويات، المستوى القيادات السياسيه زي ما احنا شفنا صور رئيسه البلاد، على مستوى الاهتمام الكروي رئيس الاتحاد التنزاني ايضا كان قال تصريحات ليه ان هو ان كل المنظومه الرياضيه خلف سيمبا. مش عارف ليه تحديدا اللقاء ده بالذات يعني عليه اهميه كبيره. هم مهتمين لسببين، واحد انه افتتاحيه البطوله، وكمان عاملين حفل افتتاح، يعني المعلومات اللي عندنا واللقطات اللي اتسربت وجت لنا بتقول انه حفل افتتاح كبير جدا. ونمره اثنين انه الاهلي مش بس افتتاح بطوله، هم عارفين انه الاهلي نسبه متابعته ومشاهدته على مستوى القاره وعلى مستوى الوطن العربي كبيره جدا، فبالتالي المباراة دي هيتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير، فيهمهم والحضور كمان. انت كنت اتكلمت في حاله من الحلقات انا تابعتك لما قلت ان الحضور اللي هيبقى موجود في اللقاء يعني سواء انفانتينو رئيس الفيفا وموتسيبي، يعني لا على مستوى الحضور كمان والقيادات اللي هتبقى مباراه طبعا كبيره، وان شاء الله على ارض الملعب. انت عارف ان كل الاجواء او اللي بتصاحب اللقاء بتنتهي تماما مع اطلاق الحكم لصافره بدايه اللقاء، بتبدا بقى المبارزه الفنيه على ارض الملعب والفريق اللي حاله الفريق تسمح له بالفوز. وان شاء الله انا اعتقد ان كولر محضر كويس جدا للمباراه اللي احنا هندخل بقى في تفاصيلها كمان شويه ان شاء الله. دي حاله الشارع في تنزانيا يعني مع مشجعي سيمبا قبل 48 ساعه من اللقاء. من الاربع سيناريوهات او الاربع مواجهات اللي شهدت ماتشات للاهلي وسيمبا، شايف سيناريو المباراه الخامسه او المواجهه الخامسه اقرب لاي واحده فيهم يا احمد، ولا سيناريو جديد يعني سيناريو مختلف؟ هو سيناريو ماتشين لغايه دلوقتي. انا عايز اقول حاجه، طبعا ان فريق سيمبا الفريق الوحيد اللي في افريقيا اللي هو 50-50 في النادي الاهلي الوحيد. الفريق الوحيد في افريقيا عشان عدد الماتشات قليل بس يعني نشد حيلنا شويه نلعب لنا 10 12 ماتش مع بعض، هتلاقي يعني الاهلي فرق ان شاء الله. طبعا سيناريو المباراه اعتقد هيبقى يعني مختلف، اجواء مختلفه. النسخه الاولى طبعا من السوبر ليج ليها طبعا طابع مختلف وهيبقى فيه اجواء، وشايفين ان سيمبا مدي اهتمام كبير جدا للمباراه، ولان طبعا بيلعب النادي الاهلي زي ما انت قلت يا احمد، اعتقد النادي الاهلي ليه شعبيه كبيره وطبعا وفريق قوي. فهو كمان حتى باين في ان انا بشوف ان سيمبا في كل موسم بيجيب صفقات مختلفه والطموح بتاعه بيزيد، فده باين جدا في ان هو جاب حتى 13 صفقه تقريبا الموسم ده، واهتمام كبير جدا بفريق سيمبا التنزاني. وحتى زي ما انت قلت رئيس التنزانيا مديه للمباراه اهتمام كبير جدا. فسيناريو المباراه بالنسبه لي يعني انا بشوف ان سيناريو المباراه هيبقى صعب جدا، خاصه ان انا جبت مباريات سيمبا التنزاني كلها، كل المباريات اغلبها بتبقى
الاستاد مليان يعني الموضوع بالنسبه لهم ان المباراه صعبه، بس هو الحقيقه الجمهور ما يتخافش منه. لا يعني تجربتنا معاهم الحقيقه نفس جمهور سان داونز. يعني